شاهدين الثامنة صباحا وموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع الشرق من الشرقاوي تفضلي يا شكرا لك جمانة الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطه عدلي منصور المركزيه اضخم محطه تبادليه في الشرق الاوسط والقطار الكهربائي السلام العاشر من رمضان العاصمه الاداريه وتفقد الرئيس السيسي عربات القطار حيث استمع الى شرح مفصل عما تحتويه من امكانيات تتضمن واي فاي فضلا عن مقاعد وحمامات لذوي الاحتياجات الخاصه وتشمل عربات القطار غرفه تحكم وكل عربات تشمل سبع كاميرات مراقبه وتشمل الغرفه ايضا حساسات بالكمبيوتر لكل عربه في حال حدوث عطل وعقب استقلاله القطار الكهربائي الخفيف استمع الرئيس السيسي لشرح عن محطه بدر التبادليه بين القطارين القطار المتجه الى العاصمه الاداريه الجديده والقطار المتجه الى العاشر من رمضان كما يوجد تبادل الخدمه بين القطار الكهربائي والقطار الديزل القاهره السويس في منطقه بدر وخلال الجوله وجه الرئيس السيسي ببدء التشغيل التجريبي للمحطه الثالثه الف لمترو الانفاق محطه صفاء حجازي بمنطقه الزمالك وخلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الصحفيين والاعلاميين وذلك على هامش افتتاح محطه عدن منصور المركزيه والقطار الكهربائي اكد الرئيس السيسي انه تم اطلاق الحوار الوطني للجميع لكن باستثناء فصيل واحد فقط مشددا على ان الدوله المصريه بحاجه لتضحيه من الجميع توجه وزير الخارجيه سامح شكري الى العاصمه البريطانيه لندن لتدشين مجلس المشاركه الاول بين مصر والمملكه المتحده واوضحت وزاره الخارجيه في بيان ان اعمال المجلس ستشهد مشاورات سياسيه بين الجانبين ومناقشه الموضوعات الاقتصاديه والتجاريه في ظل العلاقات الثنائيه المتميزه بين البلدين أعلنت الشرطة في الدنمارك مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاجن، وأوضحت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل دنماركي يبلغ من العمر 22 عاماً مشيرة إلى أنها لا تستبعد أن يكون ذلك عملاً إرهابياً. وأضافت الشرطة أنها أرسلت عدداً من رجال الأمن إلى مركز فيلز التجاري بعد تقارير عن إطلاق نار. وطلبوا من الناس البقاء في أماكنهم وانتظار المساعدة. وجه عمدة مدينة أكرون بولاية أوهايو الأمريكية دان هاريجن دعوات للتهدئة بعد انتشار فيديو لإقدام الشرطة على إق... قتل شاب من أصل أفريقي قال محامي إنه أصيب بستين طلقة وأثار مقتل الشاب تظاهرات غاضبة في مدينة قريبة من كليفلند شمال الولايات المتحدة وقتل جايلن ووكر البالغ من العمر 25 عاما أثناء فراره من الشرطة بعد محاولة اعتقاله لارتكابه مخالفة مرورية دعت وزيره الخارجيه البريطانيه لستراس الى مصادره الاصول الروسيه المجمده وتحويلها لصالح اوكرانيا وان لندن تعمل في الوقت الراهن على هذه القضيه وقالت تراس ان البرلمان البريطاني سيحتاج على الارجح الى تبني قانون جديد يسمح بمصادره الاصول الروسيه المجمده وشددت وزيره الخارجيه البريطانيه على ان اول ما يتعين فعله هو منح اوكرانيا كل دعم ممكن مشدده على انه في حال هزيمه اوكرانيا فان العواقب ستكون خطيره للغايه على باقي اوروبا أعلن الجيش الأوكراني انسحاب جنوده من ليستشانسك المدينة الرئيسية في شرق أوكرانيا وجاء الانسحاب الأوكراني بعد أسابيع من القتال العنيف حيث كانت ليستشانسك آخر مدينة كبيرة تخضع لسيطرة الأوكرانيين في لوهانسك بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا وتشكل السيطرة عليها مؤشرا إلى تقدم روسي كبير في دونباس في الوقت نفسه قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إنه من المستحيل القول أن لستشانسك تحت سيطرة الروسية مؤكدا استمرار القتال في ضواحي هذه المدينة نهاية موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل